السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الأخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. نسلط اليوم الضوء فيها على ملفات عديدة أبرزها الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن العدوان الصهيوني، وسنتحدث أيضا عن مآلات اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة. سنناقش كذلك مشاهدينا الكرام دلالات توقيت تصريح المرشد الإيراني على خامنئي الذي قال في هذا التصريح إن بلاده لم تدعو يوما إلى رمي اليهود في البحر. نرحب بدءاً مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. مرحبا بكم أستاذ صلاح معنا. وأيضا مشاهدينا الكرام سيكون معنا الشيخ يحيى السنبل وأيضا أيمن فهمي بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد إذا مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الأخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة، وسنتحدث إذا مشاهدينا الكرام عن الهدنة الإنسانية ومآلاتها ودلالات توقيت أيضا التصريح المرشد الإيراني علي خامنئي وكثير من الملفات الأخرى. نرحب بضيفنا من برلين أيمن فهمي أبو هاشم الكاتب والباحث الفلسطيني. مرحبا بكم أستاذ أيمن معنا. بك ومتابعين الكرام حياكم الله. اليوم إذن يعني مدد اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، كيف تقرؤون هذا التمديد؟ هل كان متوقعا برأيكم؟ بدون شك هناك يعني توقعات كانت كبيرة بأن يتم تمديد الهدنة، وملف يعني الأسرى الموجودين لدى حماس أيضا هذا يعني أحد القضايا التي تصدع رأس المؤسسة الإسرائيلية، وفي الحقيقة هم يشعرون بأن ملف الهدنة بحد ذاته أصبح يعني عبارة عن خديعة غير قادرين على الخروج منها، بمعنى إنه القيادة الإسرائيلية يعني تقع ما بين مفرقة ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وأيضا هم تحت سندان الاستمرار العملية العسكرية من أجل يعني أن يتهرب نتنياهو تحديدا من المساءلة القانونية في حال تم وقف إطلاق النار بصورة دائمة. وهذا المشهد المربك الإسرائيلي هو الذي يعني يضعنا أمام أيضا حالة من التصريحات المتناقضة، البعض منهم يتحدث عن ضرورة الإسراع بشن أو باستعادة يعني العملية العسكرية واستئناف العملية العسكرية، البعض الآخر يقول أنه لم يعد هناك من إمكانية لذلك. ومع ذلك نحن نستطيع أن نقول أيضا أنه الواقع والضغوطات الدولية أيضا تلعب دورا كبيرا في هذا المشهد، وبالتالي اعتقد بانه المرحله القادمه قد نرى يعني استئناف لعمليات العمليات العسكريه الاسرائيليه في غزه، ولكن لن يكون كما شهدنا طيله المرحله الاولى التي استمرت على مدار 50 يوم. سنرى ايضا سيناريو جديد، بمعنى انه لن يكون هناك بمقدره الجيش الاسرائيلي ان يحقق في المرحله القادمه في حال طبعا استئناف العمليات العسكرية، لن يحقق يعني أهداف مرتجاة من وراء هذه العملية. على العكس تماما، أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية استفادت من فترة الهدنة من أجل أيضا إعادة ترتيب أوضاعها وتوزعها، ويعني فرصة لها أيضا لالتقاط أنفاسها، وبالتالي نحن إذا سنشهد بعد فترة أيضا يعني حديث أكثر سخونة في الجانب السياسي سيكون، بمعنى تحاول يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى البحث فعلا عن مخارج سياسية، لأنه الورطة الإسرائيلية بالدخول إلى قطاع غزة أصبح واضحا من تجربة الخمسين يوم أنها ورطة كبيرة، وهم باتوا يخشون فعلا من الغرق في رمال غزة
في حال استؤنفت هذه العملية، وبالتالي نحن فعلا أمام يعني أحداث قد تكون دراماتيكية في المرحلة القادمة، وأن يكون للتواصلات أو الضغوط السياسية الدور الأكبر للوصول لتفاهمات حول غزة أو مصير غزة ما بعد اليوم التالي من وقف إطلاق النار. إذن ستنتهي الهدنة غدا، ولكن أفهم من كلامك سيد أيمن أنك لا تتوقع تمديدا إضافيا ربما يحصل بجهود الوساطة القطرية المصرية؟ طبعا التمديد يعني أمر يعني قائم الآن، وهناك بالفعل يعني إمكانية التمديد أيضا الهدنة لبضعة أيام أمر قائم، لا يمكن يعني إنكاره أو إغفاله على الأقل. نعم. لكن بصورة عامة كما قلت يعني سبب الإرباك في المشهد الإسرائيلي أنه الجنرالات والمسؤولين السياسيين في الحكومة القائمة، وهم طبعا يعني أغلبيتهم أو كلهم جميعا يعني ينتمون إلى تيار متطرف، يريد هذا التيار أن يهرب من المساءلة عن فشل الحكومة في مواجهة ما حصل يوم 7 أكتوبر، وأن يهربوا إلى الوراء من خلال طبعا الاستمرار في ارتكاب المجازر ضد أهلنا في قطاع غزة، وتصوير هذه المجازر على أنها نصر عسكري يقومون به. هذه الصورة انفضحت تماما اليوم، في هناك فعلا ردة فعل قوية على الأقل في الرأي العام الدولي والعالمي، ونرى ضغوطات في العديد من الدول اليوم غيرت مواقفها، يعني اختلفت مواقفها، كانت في بداية العدوان الإسرائيلي مؤيدة وداعمة لهذا العدوان، الآن نشهد في تغير في اللغة السياسية لهذه الدول نتيجة طبعا الضغوط التي مارستها الشعوب على حكامها وعلى حكوماتها. إذا نحن أمام كما قلت مشهد متغير فعليا، ولن تستطيع كما يبدو أنه تحقق إسرائيل الأهداف التي أعلنت عنها منذ بدء العملية. هي رفعت لاءات، هذه اللاءات بدأت فعليا تتكسر، ومن هذه اللاءات مثلا أنه لن تقوم أبدا بوقف إطلاق النار، هي أوقفت إطلاق النار وشهدنا هدنة منذ قبل أسبوع بدأت، هي تحدثت أنه ستعمل على تهجير سكان غزة، هذا لم يحصل، مخطط التهجير فشل لم يتحقق، وهي تحدثت أيضا عن القضاء على حماس، وهذه فكرة واضح تماما أنها غير قابلة للتحقق. إذن هذه اللاءات تتكسر يوما بعد يوم، وبالتالي هناك بالمقابل أيضا نستطيع أن نقول بأنه في هناك أيضا مطالب أصبحت يعني دولية، تبلورت هذه المطالب عن المطالب العربية والإسلامية الرسمية، بأنه لا يجوز بجميع الأحوال عودة احتلال قطاع غزة، لا يجوز أيضا فصل أي جزء من قطاع غزة عن فكرة الدولة الفلسطينية، أو فصل قطاع غزة تحديدا عن الضفة الغربية، وأنه أي موضوع له علاقة بحوكمة قطاع غزة يجب أن يقترن بإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وليس أن يتم أن تتم هذه العملية من خلال فرض خيارات وسيناريوهات على الفلسطينيين دون قرار أو دون خيار حر يعطيهم يعني حق من يحكم غزة وحق من يدير شؤونهم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ أيمن. أرحب بضيفي من إسطنبول صلاح الدين العوابدة المتخصص بالشأن الفلسطيني مرة أخرى، مرحبا بكم أستاذ صلاح الدين. مرحبا، مساء الخير لك وللضيف الكريم وللأستاذ المشاهدين. حياكم الله. أستاذ صلاح الدين، كيف تنظرون إلى هذا التمديد؟ تمديد ليوم واحد، هل من المتوقع أن يستمر هذا التمديد مثلا بهذه الجهود القطرية المصرية لأسبوع آخر؟ وما مآلات ذلك على الجوانب الإنسانية خصوصا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن الجميع يتجهز الآن إلى عودة القتال، فالاستمرار التهدئة من جانب الاحتلال يحتاج إلى 10 أسرى يوميا، وهذا يعني مثل ساعة رملية قد أتت نهايته، فلن يكون ممكنا يعني أكثر من يوم واحد، يعني إذا تم للغد فلن يكون لبعد الغد. يعني من الجانبين تقصد؟ من الجانبين لن يكون هناك تمديد بحسب الواقع على الأرض. يعني هو المقاومة معنية بتمديد وقف إطلاق النار بالتأكيد، لكن الاحتلال يريد ثمن لوقف إطلاق النار، وهو تحرير عدد من الأسرى لا يقل عن 10، وأعتقد أن المقاومة لم يعد لديها ما تقدمه في هذا المجال.
لذلك إما أن يتم الدخول في مفاوضات على تهدئة أطول وتبادل شامل للأسرى، وإما يكون العودة للقتال. وفي الأوساط الصهيونية وبين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية هناك حوارات على شكل القتال، على العودة للقتال، ولكن على شكل القتال. الإدارة الأمريكية لا تريد أن تعود الأزمة الإنسانية كما كانت، لا تريد أن ترى مشاهد القتل الجماعي كما كانت في 50 يوم الأولى للحرب. يريدون من الاحتلال أن يفرز نقاط آمنة في قطاع غزة للمدنيين، كي يعني تكون خارج نطاق القصف والعدوان، ولتقليل عدد الخسائر المدنية في الأرواح لدى الفلسطينيين. وهذا الأمر في إطار النقاش، لكن الإدارة الأمريكية عملياً تؤيد من حيث المبدأ استمرار الاحتلال في عدوانه على غزة، ولكن فقط بشرط يعني تقليل الخسائر في المدنيين لدى الفلسطينيين، أو تقليل الاستهداف من خلال تحديد أماكن لتواجدهم. هكذا الأمور تسير من ناحية الكيان الصهيوني والتفكير لديه ولدى حلفائه. أعود مرة أخرى إلى أستاذ أيمن فهمي. أستاذ أيمن، برأيكم ما الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها عبر خرق الهدنة في غزة وقصفه مناطق متفرقة بها؟ الاحتلال يريد على الأقل إحداث نوع من التوازن النفسي للمجتمع الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن فقد هذا المجتمع إثر عملية 7 أكتوبر الكثير من يعني هذا الشعور بأنه يمتلك الردع والقوة والقدرة على يعني منع الفلسطينيين من القيام بأي عمل يمكن أن يعني يهدد فكرة إرادة البقاء ضمن هذا الكيان. وبالتالي الآن نحن انتقلنا بعد 7 أكتوبر إلى فكرة أخرى عند المجتمع الإسرائيلي لها علاقة أنه لم يعد فعلا لديه يعني الشعور بالأمان، وأنه لا يثق عمليا بأنه الحكومة وقوات الجيش والأمن استطاعت أن توفر له هذه الحماية وهذا الأمن الذي كان ينشده. وبالتالي هناك اختلال كبير فعليا، هذا الاختلال هو الذي يشجع الآن الحكومة الإسرائيلية ويدفعها إلى إعادة يعني استئناف العدوان على قطاع غزة، أولا لإرسال يعني لوضع يعني من أجل القول بأنه الحرب مستمرة وأنه هدف القضاء على حماس ما زال قائما، وأنه هذا الأمر هو الذي سيحقق الأمن والسلام للمجتمع الإسرائيلي في المستقبل. لكن هذه الرسالة في الحقيقة دونها دعني أقول صعوبات وتعقيدات وتحديات كبيرة. يعني فعليا صمود المجتمع الفلسطيني بالمقابل في قطاع غزة طيلة الفترة 50 يوم الماضية رغم كل ما ارتكب فيه من مجازر، 1400 مجزرة، انقطاع كامل في كل المواد الأساسية للحياة، تدمير وقصف لكل البنى التحتية من مشافي ومدارس وجوامع ومؤسسات خدمية، هذا كله الحقيقة لم يثني الفلسطينيين أكثر من 1,200,000 لم يعني يقبلوا على الأقل بأن يتم تهجيرهم ورفضوا هذه المشاريع. بالمقابل أيضا يعني المقاومة أيضا استمرت في مواجهة هذه التوغلات البرية التي تمت في غزة. إذن ليس من السهل أن تنجح الحكومة الإسرائيلية في إنفاذ هذه الرسائل المجتمعية، لأنه في هناك واضح تماما يعني رفض فلسطيني كبير وإرادة فلسطينية أيضا لمنع تمرير هذه المخططات. وبالتالي أيضا علينا أن نقول بأنه في هناك أسئلة الآن مطروحة لها علاقة الحقيقة بفلسفة أخلاقيات الحرب. يعني اليوم مثلا كل الصورة التي حاولت إسرائيل ترويجها طيلة العقود الماضية أنها واحدة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، هذه الصورة فعلا تكسرت، والآن يجري الحديث آخر له علاقة أنه هذا الجيش الذي كان يدعي أنه يمتلك يعني عقيدة طهارة السلاح، هذا الجيش ارتكب مجازر وأيديه ملوثة بدماء الفلسطينيين. هذا كله نقاش أيضا مفتوح وسيغير كثيرا أيضا من صورة إسرائيل. إذن من برلين أشكرك على هذه المشاركة سيد أيمن فهمي أبو هاشم الكاتب والباحث الفلسطيني، شكرا لك.
أرحب بضيفنا أمين سرشوخ عشائر الثورة العراقية دكتور يحيى السنبل، حياكم الله، مرحبا بكم شيخ يحيى معنا. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام، حياك الله. أهلا بكم. بداية دكتور يحيى، ما دلالات توقيتات أو توقيت تصريحات الخامنئي مرشد الإيراني؟ وهو صرح قال منه عدم عودة بلاده إلى رمي اليهود في البحر. حقيقة إيران لم تقف على رجليها وتنفذ مشروعها في المنطقة لولا الغطاء الأمريكي والدعم اللامحدود الذي حصلت عليه إقليميا ودوليا. لذلك عندما أرادت أن تتاجر بالقضية الفلسطينية وأسست لها جيش القدس وأعلن نجاد الذي كان رئيسا لإيران عام 2008 بأن إيران هي من ستمسح إسرائيل من الوجود، ولكن عندما حقت الحقيقة وتعرت إيران أمام هذه المعركة الكبيرة التي خاضتها كتائب القسام، وفي البداية أرادت إيران أن تدعي لنفسها ما لا أقدمت عليه بأنها هي من دعمت ووظفت ودربت ومولت، ويمكن أن يكون شيء من ذلك عن طريق أموال العراق أو كذا، لكن الآن عندما رأت بأن العالم وقف إلى جانب إسرائيل أرادت التخلي عن ذلك وانهزمت. لذلك هي آثرت الهزيمة المنكرة وبدأت تصرح على لسان أعلى مسؤول فيها، لأن من هم أقل منه مستوى لا يستطيعون التصريح بذلك خوفا من الإعدام، لأن هذه هي قضية متاجرة، وإن إيران استطاعت أن تمتلك كل القضايا العربية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية بعد احتلال العراق وتدميره والتآمر عليه إقليميا ودوليا. لذلك جاءت هذه التصريحات لتطمئن واشنطن ولتطمئن الكيان الصهيوني بأن إيران تقف إلى جانبهم، وإن ما جرى لم يكن يتوقعوه. فعملية 7 أكتوبر التي قضت على أسطورة الأمن الدائم للكيان الصهيوني، والتي أيضا الآن كسرت أسطورة ذلك الجيش الذي لا يقهر، قد غيرت من الموازين في المنطقة بشكل كامل، وهيأت الأرضية أيضا للقوى الثورية في كثير من الدول المحيطة بفلسطين من أجل أن تأخذ دورها بعد أن تعر النظام الإيراني كاملا وتعرت الأذرع الميليشياوية الفاسدة التي كانت تتاجر بالقضية الفلسطينية وتقيم المهرجانات، وهذا يوم القدس وهذا فيلق القدس وهذا سمحت لي شيخ يحيى، أين ذهبت هذه الشعارات عن تحرير فلسطين؟ ثم لما أسس أصلا يعني فيلق القدس؟ فيلق القدس ذبح في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن من المسلمين ومن العرب السنة تحديدا مئات الآلاف، ولم يقتل إسرائيليا واحدا ولا صهيونيا واحدا، وإنما كان التأسيس هذا لامتلاك الورقة في المنطقة للمساومة عليها ولإبعاد أو من اختار من الأنظمة العربية أن ينزوي وأن يذهب باتجاهات أخرى لتدخل إيران لتملأ هذه الساحة بعد غياب العراق وبعد إسقاط الدولة العراقية والقضاء أيضا على النظام في اليمن وفي ليبيا. كل هذه الأنظمة التي كانت ترفع الشعارات من أجل تحرير فلسطين تم القضاء عليها، ولكن بقى النظام الإيراني يرفع الشعار هذا، والسبب إن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش إلا بوجود نظام يدعي إنه يستهدفها ولو كذبا من أجل أن تحصل على تضامن العالم معها أو تضامن القوى الغربية معها. ولكن مع ذلك فإن عملية 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى قد عرى إيران
وقد عر الكيان الصهيوني وأسقطه أيضا في الحضيض من قيامه باستهداف الأطفال والمجمعات السكنية من النساء والأطفال والشيوخ والمستشفيات والبنى التحتية دون أن يقوم بمجابهة واحدة مع مقاتلي القسام. كل ذلك قد عرّاهم أمام العالم وأسقط ما يسمى حقوق الإنسان التي كانت تدعي بها أمريكا المجرمة التي جاءت بالإرهاب في كل دول العالم. هي لن تستطيع هذه الدولة مع الأسف الكبرى إلا أن تتعامل مع منظمات إجرامية لبث الفوضى ولقتل الأبرياء ولسرقة ثروات الشعوب. الآن قد تعرّت تماماً وسقطت هذه ما يسمى بروتوكولات حقوق الإنسان والبيانات التي تصدرها ما يسمى منظمة الأمم المتحدة التي ظهرت مكتباً رخيصاً تابعاً للكيان الصهيوني وتابعاً لأمريكا من أجل تدمير المنطقة ومن أجل نشر الفوضى والدماء فيها. الآن أيضا إيران قد سقطت هذه الشعارات معها مهما ادعت ومهما أرادت. أين هي قوتها؟ أين هي ميليشياتي السوري بدون أي بيان ولا قرار؟ ولكنها هزمت عندما رأت أن هناك عملية طوفان الأقصى. لم يدخل جنديا واحدا، ولكنها دخلت في سوريا بدون أي قرار ولا أي بيان، بل ظهرت هناك فتاوى من أولئك الذين يدعون بأنهم يحافظون على الدين والمذهب، ولكن ظهر إن هذا الدين والمذهب هو يعمل لصالح الكيان الصهيوني ويعمل على تغطية ما جرى. وهذا الأمر مكشوف لكل المراقبين السياسيين من اليوم الأول الذي تحالف فيه خميني مع إسرائيل في عملية إيران جيت، التي كان الكيان الصهيوني يزود النظام الإيراني بالأسلحة لضرب العراق ولقتل العراقيين. صلاح الدين، بالعودة إلى الواقع على الأرض، هناك خروقات عديدة لقوات الاحتلال ترتكبها في مناطق متفرقة بغاراتها على تلك المناطق وانتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين والمقاومة عموما. ما الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها بخلق خرق الهدنة عن طريق هذه الانتهاكات والاعتداءات؟ الاحتلال يحاول تصوير نفسه على أنه منتصر وعلى أنه مسيطر على الأوضاع وعلى أنه يبيع التهدئة للمقاومة بيعاً وأنه ليس معنياً فيها وأنه يريد استئناف القتال في كل لحظة، لذلك يتصرف على هذا الأساس أنه يمكنه أن يضرب في كل لحظة ومتى رأى ذلك مناسباً ويتماشى مع مصالحه العسكرية. وفي نفس الوقت هو تعبير عن الإحباط والضغط، يعني لأنه فشل طيلة الفترة الماضية في تحقيق أهداف وأجبر في النهاية على وقف إطلاق النار دون أن يحقق شيء من الأهداف التي أعلن عنها، وبالتالي هو الطرف الذي المعني أكثر بانتهاء هذه التهدئة، لذلك يقوم بخرقها. لكن أيضا المقاومة لا تتركه وشأنه، يعني عندما يخرق يرد، يتم الرد عليه، وهذا ما حصل في شمال قطاع غزة. المقاومة تقف له بالمرصاد، ما زالت متيقظة وترد على الخروق. ومهما فعل الاحتلال في النهاية تقف المقاومة في وجهه، وإذا أراد القتال مرة أخرى فستعود المقاومة لقتاله على والمعركة لم تنتهي بعد، وقضية كما أن قضية الشعب الفلسطيني لم تنتهي بعد، فالمقاومة لن تنتهي. ومهما فعل الاحتلال ومهما سيفعل سيظل في النهاية يواجه هذا الشعب وهذه المقاومة إلى أن يندحر ويهزم هو وداعموه، وتعود فلسطين للفلسطينيين. وربما يأتي اليوم قريبا الذي تشعر فيه الولايات المتحدة بأن حاملة الطائرات الكبرى هذه المسمى إسرائيل أو القاعدة المتقدمة
لم تعد قادرة على حماية نفسها، وبالتالي من الضروري سحبها إلى المحيط الأطلسي. فوجودها شرق المتوسط لم يعد آمنا، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجات الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة. الأمور تسير في هذا الاتجاه. الجيش هزم ولديه معضلات لا يستطيع أن يواجهها مع المقاومة، والولايات المتحدة مضطرة إلى أن تدرس من جديد، تعيد النظر في جدوى وجود هذا الكيان وخدماته لها وللغرب، وقدرته على البقاء وعلى الصمود وعلى خدمة مصالحها. نعم، إذن شيخ يحيى السنبل، برأيكم كيف ستؤثر الرسائل الإيرانية المتجددة عن عدم معاداة الاحتلال، خصوصا في هذا التوقيت منذ بدء معركة طوفان الأقصى؟ هذه الرسائل التي تتضمن التصريح وليس التلميح بعدم معاداة الاحتلال في وكلاء طهران وداعميهم في المنطقة. أنا أعتقد بأن ما صرحت به إيران سابقا، وخصوصا على لسان رئيس جمهوريتها أحمد نجادي في عام 2008، بأنها تريد مسح إسرائيل من الخارطة والقضاء عليها، وإنها في مناسبات عديدة قد أكدت إنها تدعم كثير من الفصائل التي تقف أو ضد الكيان الصهيوني، حتى وإن كان ذلك كذبا ومموها. ولكن الآن عندما قامت كتائب القسام بهذه الضربة الكبيرة لإسرائيل والموجعة، والتي حطمت أسطورة الكيان الصهيوني بشكل كامل وجعلت من مواطنيه يغادرون أرض هذا الكيان الغاصب إلى دول أخرى أو إلى دولهم التي كانوا فيها، قد أحدث إرباكا كبيرا لدى هذا الكيان، فأصبح خامنئي ومن لف لفه والمتاجرين يخشون بأن تقوم إسرائيل بضرب هذه الأذرع أو ضرب حتى الكيان الإيراني، لأنها ستعيد ماء وجهها أمام العالم، باعتبار أن إيران قد اعترفت سابقا حتى وإن كان متفقا على ذلك سرا مع الكيان الصهيوني بأنها قد مولت ووقفت إلى جانب هذه الفصائل، والعالم كله يعلم جيدا أن هذه الفصائل ما كانت لتحصل على شيء من إيران إلا عن طريق سرقة أموال العراق التي تنهبها إيران وتوزعها على أذرعها المسلحة في المنطقة. لذلك أصبح الآن التصريح الرسمي ومن أعلى هرم السلطة الإيرانية بأننا بعيدون كل البعد عن القضية الفلسطينية، بل إنهم قد تخلوا تخلي كامل عن المتاجرة بها خوفا من استهدافهم، لأن قضية حركة حماس أمام الكيان الصهيوني وإن كانت عائقا كبيرا وغيرت الصورة في المنطقة وغيرت الموازين في المنطقة، وإيران تسعى لاستمرار هذه الحرب، لعل ذلك ينجيها مما قد تاجرت به سابقا، ولكنها أيضا تضع في الحسبان إن الكيان الصهيوني إذا أراد أن يعيد الثقة لنفسه مع سواء المنظمات الصهيونية الأخرى وأمام اليهود في داخل إسرائيل وخارجه، أن يقوم بضرب إيران أو ضرب حزب الله أو ضرب الأذرع الأخرى التي كانت تدعي وتحتفل بما يسمى يوم القدس وتشكل جيش القدس، في وقت قد تخلت عن القدس وتخلت عن الأقصى وتخلت عن غزة وتخلت على فلسطين، في وقت هذه الملحمة الكبرى التي تخوضها كتائب القسام، وإنما كانت في البداية تسعى للمتاجرة بها عندما أعلن خامنئي في الأيام الأولى بأنه كان داعما وكان واقفا إلى ذلك، ولكنه سوف لن يشارك في القتال. ولكن الآن قد تغيرت الصورة، وإنه يخشى من ضربة أمريكية أو إسرائيلية من أجل أن يعود الكيان الصهيوني لحالة من الثقة مع المنظمات والجهات الغربية. ضيفي الكريمين ومشاهدينا الكرام، لنا وقفة قصيرة أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، وهذا
التقرير المصور المقروء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية المستمرة، وهذا اليوم نسلط الضوء فيها على آخر مآلات اتفاق الهدنة الإنسانية ودلالات توقيت أيضا تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي. أستاذ صلاح الدين، أيضا يعني في سياق الردود على انتهاكات قوات الاحتلال لخرق الهدنة، هذا اليوم تبنت حركة حماس الهجوم الذي نفذته المقاومة ضد الصهاينة في الضفة الغربية. كيف تقرؤون هذا التطور؟ هل من المتوقع أيضا في هذا السياق أن نشهد غدا، وهو موعد انتهاء الهدنة حتى الآن، أن نشهد عمليات نوعية مباغتة للمقاومة؟ بالتأكيد أحد السيناريوهات المتوقعة هو أن يكون لدى المقاومة الآن خطة هجوم على قوات الاحتلال المتواجدة في قطاع غزة، وعمليات نوعية بناء على الخبرة التي اكتسبتها المقاومة في الأسابيع الماضية. فلابد أن هناك من درس تحركات جيش الاحتلال وآلية اقتحاماته للشوارع والمدن، وبالتالي واستغلالا أيضا لفترة التهدئة التي لم تكن مجانية في العشر أيام الماضية، لابد أن هناك كانت استعدادات لذلك. لذلك متوقع جدا أنه مجرد عودة إطلاق النار سنرى هجمات على قوات الاحتلال، وبالتزامن أيضا هجمات في الضفة الغربية. عملية اليوم كانت مؤشر في هذا الاتجاه. الضفة الغربية تسخن بسرعة وفق المعطيات الرقمية منذ بداية 7 أكتوبر حتى اليوم. هناك تصاعد في العمليات كما ونوعا في الضفة الغربية. اليوم 3 عمليات بين عملية إطلاق النار وعمليات دهس، وفي الأيام الماضية أيضا، إضافة إلى أن القمع الممارس على الأسرى الفلسطينيين والذين غالبيتهم الساحقة من الضفة الغربية والتي اعتقل منها حوالي 3500 أسير منذ 7 أكتوبر، أيضا اعتقالات تعسفية بدون وجه حق حتى من منظور إسرائيلي لا مبرر قانوني لها. كل هذا يدفع باتجاه تفجر الأوضاع. لذلك متوقع جدا أن يكون هناك هجمات أخرى في الضفة الغربية. عملية القدس اليوم نفذها
بطلان من أبطال القدس، هم إخوة أشقاء، وأحدهم قد أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. لذلك ارتباط الأمر بسجناء الاحتلال وارد جدا لتصعيد المواجهة في الضفة الغربية. تاريخيا أوضاع السجون كانت فتيل إشعال للضفة الغربية، وعملية اليوم شاهد على هذا. أيضا كون أحد أبطالها هو أو كلاهما أسرى سابقين، ولكن أحدهما 10 سنوات قضى في السجون، ما في ظل أيضا الصفقات التي تعقدها المقاومة للإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال، والأخبار التي تخرج من السجون من أسرى المحررين تتحدث عن الحالة المأساوية التي يعيشها الأسرى من ظروف قمع وقهر، في مقابل حالة معنوية عالية جدا وترقب الإفراج عنهم، لأنهم أصبحوا يشعرون أن سجنهم انتهى وأنها مسألة وقت حتى يتم تحريرهم، بما أن المقاومة قد ملكت ثمن ذلك وهو أسرى جيش الاحتلال. لذلك هذا المشهد المتشابك من قطاع غزة إلى القدس إلى السجون يؤشر على الأيام القادمة أنها أيام مواجهة، وأن الاحتلال لن يستمتع فيها بضرب جبهة دون جبهة، ولن يستمتع بالهدوء في يوم واحد. حتى لو كان هدوء في قطاع غزة، سيجد من يضربه وينفذ له عمليات في القدس والضفة الغربية أيضا. أيضا من هنا الشيخ يحيى السنبل لنتحول إلى العراق، وتأثير أيضا أذرع إيران في المنطقة. إذا كان هناك توافق لنقل إنه جزئي بين الميليشيات داخل العراق وبين واشنطن، كيف يمكن أن نفسر هذا التصعيد الأخير والمناوشات، وإن كانت هي شكلية يعني بين الطرفين، وإذا كانت إيران قد برأت نفسها عن أي عمليات في الخارج وأعلنت ذلك صراحة، لما تصر هذه الميليشيات على أن تكون ملكية أكثر من الملك؟ أعتقد بأن ترامب قد حل اللغز قبل أكثر من أسبوعين أو في بداية طوفان الأقصى، عندما قال بأن إيران إذا أرادت أن تضرب القواعد الأمريكية فإنها تأخذ إجازة أو تأخذ موافقة منهم، وتقرر بأن الضرب سيكون بعيدا عن استهداف القاعدة، سيكون على أطرافها أو مجرد إشغال الرأي العام، أو بأنها قد قامت بعملية ما للانتقام أو للثأر أو للرد. وأعتقد أنه قبل يومين أيضا رئيس عصابة العصائب قد قال هذا الكلام، قال بأن الإيرانيين عندما يضربون الأمريكان فالأمريكان يختارون أماكن فارغة أو كرفانات متروكة أو أي أماكن ويقوموا بقصفها، ولكن نحن في الفترة الأخيرة قد قامت القوات الأمريكية باستهدافنا وقتل عدد من عناصر هذه العصائب أو الفصائل الأخرى. أنا أعتقد بأن واشنطن، نعم، التي كانت تمول بموجب قرار من الكونغرس الكثير من الفصائل سواء المرتبطة بإيران أو خارجها بمرتبات شهرية بالإضافة إلى ما تقبضه من الحكومة العراقية، أعتقد بأن المشروع الإيراني قد وصل إلى نقطة النهاية الآن، لأن أمريكا تسعى إلى التغيير بين فترة وأخرى. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، حتى لا يمكن أن تستهدف مصالحها من قوى ثورية حقيقية تريد التغيير. لذلك هي تحاول أن يكون زمام المبادرة بيديها في تغيير بعض الوجوه وبعض العناصر وبعض الأسماء للفصائل، وتعطي لهذا بأنه تحول إلى منظمة سياسية أو حزب سياسي، وهذا بقى في الجانب كذا، وكلها لإلهاء الرأي العام المحلي والعالمي. لا ننسى ايضا قد قالها عفوا انه هذه الميليشيات كانت لديها ايضا اتفاقيه يعني عسكريه وامنيه مع قوات الاحتلال، ابان العمليات العسكريه كانت تحمي قوات الاحتلال هذه الميليشيات عبر الجو في تلك العمليات، يعني واضح.
نعم، وهي من كانت تمولها حتى في الرواتب والتسليح في التمويل، كلها كان من الكونغرس الأمريكي أو بموافقة الكونغرس الأمريكي. لذلك هي تريد عملية التغيير الآن حتى ولو شكليا على أسماء وعلى تجمعات وعلى أشخاص، ولكن يبقى هو الهدف هو إشغال الرأي العام المحلي. وكأنما أمريكا كما قال أحد وزراء خارجيتها السابقين بأنها لا تسعى إلى إنهاء الفوضى، بل هي تعمل على إدارة الفوضى. فهي الآن هي تعمل على إدارة الفوضى، سواء على الساحة العراقية أو الساحة اليمنية أو الساحة السورية أو الساحة اللبنانية، ولكنها تخشى من ظهور المفاجآت، لأنها هذه الشعارات التي تبثها هذه الفصائل يمكن أن يتحرك جانب آخر من هذه الجوانب، من هذه الناس الذين يصدقون هذه الشعارات ويقومون بعمل ما مفاجئ للقوات الأمريكية. لذلك الآن كل هذه الفصائل قد تخلت في وقت إنها لم توقع على هدنة، وليس هي طرف في الهدنة، وإنما قالت نحن نلتزم بالهدنة مع الكيان الصهيوني وسوف لن نضرب حتى القواعد الأمريكية التي استهدفتهم في جرف الصخر ودمرت أحد معامل الصواريخ فيها كما أشيع عن ذلك. ولكن أمريكا أعتقد أن لها مشروعها الآن الذي يقتضي به تحديد بعض هذه الفصائل من أجل تنفيذ مشروع آخر يعمل لصالح الكيان الصهيوني ولصالح مصالحها في المنطقة. أستاذ صلاح الدين، أيضا في سياق عمليات المقاومة للرد على انتهاكات الاحتلال يبدو أن رقعة تتسع، ومثالها اليوم أصيب جنديان صهيونيان بعمليات داعش في منطقة غور الأردن. ماذا يعني برأيكم اتساع رقعة المقاومة في مناطق مختلفة؟ هو المشهد الطبيعي للمقاومة. المقاومة لم تهدأ في أي شهر من الأشهر ولا في أي سنة من السنوات في الضفة الغربية كما في قطاع غزة حتى قبل 7 أكتوبر. طالما الاحتلال موجود ستبقى العمليات موجودة، لكن اليوم أيضا عملية إطلاق النار في الصباح وعملية الدهس في المساء هي مؤشر على تصاعد المقاومة ارتباطا بما يحدث في قطاع غزة وبما يحدث من انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. الاحتلال استوحش أكثر من المعتاد في الأشهر الأخيرة، وبالتالي متوقع أي رد، بل ومطلوب ردود فعل من كل الفلسطينيين من كل المناطق. ولولا القبضة الأمنية الحديدية لأجهزة التنسيق الأمني في الضفة الغربية لاشتعلت الضفة الغربية وأوجعت الاحتلال بالقدر الذي أوجعته في 2002 عندما كانت توقع في الشهر 100 و120 قتيل في صفوف الاحتلال. وهذا ما يخشى منه الاحتلال بالمناسبة. الاحتلال يخشى من اشتعال جبهة الضفة الغربية الخاصرة الرخوة، عمق الأمني الذي يعتمد عليه، وبالتالي انفجار الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال هو كابوس يقض مضجعه حتى قبل 7 أكتوبر. فطالما كانت تقارير وتقديرات الموقف والتقارير الاستراتيجية السنوية للمؤسسة الأمنية ولمراكز البحث تتحدث عن الضفة الغربية وعن أن الهدوء فيها هدوء خداع وليس حقيقيا، وبالتالي يعيش الاحتلال في حرب مستمرة في الضفة الغربية. فإذا كانت تتصاعد في غزة لأسابيع في الضفة الغربية الحرب طيلة السنة، وهذا ما يدفع الاحتلال إلى حجم الاعتقالات اليومي في الضفة الغربية. صحيح أنها تزايدت كثيرا وبشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر، ولكن الاحتلال لم يكن يمضي ليلة في أي عام من الأعوام الماضية، لا في 23 ولا 22 ولا 21، من أن يقل عدد المعتقلين في ليلة واحدة عن 10 معتقلين.
في أنحاء الضفة الغربية، عمليات الاعتقال مستمرة، عمليات الملاحقة مستمرة في الضفة الغربية، الاحتلال في حرب مع المقاومة مستمرة مع عرين الأسود في نابلس ومع كتيبة جنين وكتيبة طول كرم وكتيبة عقبة جبر. هناك حراك دائم في الضفة الغربية رغم كل قمع الاحتلال وقمع أجهزة التنسيق الأمني، إلا أن الحالة تغلي في الضفة الغربية، وبالتزامن الآن مع ما يجري في قطاع غزة وبعد 7 أكتوبر، لا شك أن الأجواء مرشحة للتصعيد أكثر، ولا سيما كما قلت مع الانتهاكات التي ترتكب في حق الأسرى الفلسطينيين الذين في أغلبيتهم الساحقة هم من الضفة الغربية، ولا شك أن لهم تأثير كبير جدا على تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، والذي يدخل السجن ويخرج منه بصفقة الآن هو مستعد أكثر للسجن ومستعد للتضحية أكثر، فهناك مقاومة تسعى لتحريره، هناك مقاومة تأسر جنود لتحريره، وبالتالي هذا حافز قوي لعناصر المقاومة وللشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية للاشتباك مع الاحتلال. في آخر دقيقتين إن سمحتم دكتور يحيى سنبل، في سياق معركة طوفان الأقصى، كيف تفسر تظاهر الميليشيات عند حدود الأردن في حين تمتلك هذه الميليشيات كما تعلمون وجودا كبيرا ونفوذا لها في سوريا وهي محاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة؟ هذه التظاهرات قد جاءت بتوجيه، نعم، لأنها على الحدود الأردنية ومحاولة تحميل الحكومة الأردنية أو المملكة الأردنية مسؤولية عدم السماح لهم للذهاب، وهذا هو يعرفوه مسبقا لأن لا يمكن اختراق المملكة الأردنية بهذه الحشود الفوضوية الهمجية لتصل إلى حدود الكيان الصهيوني، وكان الأولى بهم أن يذهبوا على الحدود من داخل سوريا حيث تتواجد هذه الفصائل هناك، وكذلك في جنوب لبنان حيث يتواجد الذراع الإيراني المسلح حزب الله، ولكنهم اختاروا هذا المكان من أجل المتاجرة فقط ومن أجل أن يقولوا بأننا نقف إلى جانب فلسطين. هذه هم يتكئون مع النظام الإيراني على عمود خشب منخور، لذلك هم أصبحوا أمام حالة مع الأمريكان. أما أن تعلن أمريكا بأن هذا النظام النازي كان على اتفاق مسبق معها ومع الكيان الصهيوني فيما يسمى المصالح المشتركة، وإنهم قد استطاعوا من امتلاك الورقة العربية أو المنطقة العربية بالخداع، وأما أن يقول إنه ما زال مصمما وكذا، وبذلك هو أمام أمرين، أما أن تفضحه أمريكا وأما أن تقضي عليه. فإذا بقى مصمم سوف تقضي عليه بشكل كامل لأن متاجرته الكاذبة سوف تنهيه، وإذا تعرى فإن الشعب الإيراني هو المتكفل بالقضاء عليه وسيفضح كل أساليبه الكاذبة التي تاجر بها طوال 40 عاما من أجل تبديد ثروة إيران وتدميرها وسرقة ثروات المنطقة وخاصة العراق بصناعة أذرع ميليشياوية لن تقدم أي خدمة للمنطقة سوى الفوضى والإرهاب والقتل وحمامات الدماء. إذن شيخ يحيى سنبل، أمين سر مجلس الشيوخ العشائر الثورة العراقية، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم شيخ يحيى. كذلك أشكر شكر الجزيل من اسطنبول سيد صلاح الدين العوودة المتخصص في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. العفو، حياكم الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.